أتمت بعثة حج القرعة كافة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن بعرفات ومنى، وتبدأ عمليات التفويج للحجاج غدا. وقد تم تجهيز المخيمات بكافة سبل الراحة للحجاج لأداء مناسك الحج في سهولة ويسر. الله أكبر، الله أكبر. في اشتياق لاستقبال ضيوف الرحمن، تزين صعيد عرفات واكتملت الاستعدادات قبل ساعات قليلة من الوقوف بهذا الصعيد الطاهر. تشير اللافتات إلى أماكن خيمات حجاج القرعة اكتمل إنشاؤها وتم تزويدها بكافة وسائل الأمان والراحة للحجاج. وقد تفقد رئيس بعثة الحج المصرية هذه التجهيزات. الخيام كلها جاهزة، التكييفات جاهزة، المشروبات والموية الباردة، الأمور كلها جاهزة إن شاء الله. المواقف موجودة، زائدا سوينا خدمة إضافية، عندنا عدد 2 مشرفين باصات، لكل باص مشرفين، واحد يكون منتظر في الباص مع السواق والثاني يرشد الحجاج لين موقع المواقف. الحاجي ماخذ مساحة أكبر من المساحة اللي فاتت بحكم عدد الحجاج دي السنة أقل، ففي إضافات جميلة إن شاء الله. تجهيز جميع المخيم بما يتناسب مع الحجاج وراحتهم. كما قمنا بتعميد بتوريد أكثر من يعني مصادر اللي هي التبريد، الثلاجات والفريزرات والأمور دي كلها عشان تكون للحجاج. لا إله إلا الله. وفي منى حيث يبيت الحجاج بها أيام التشريق، اكتملت تجهيزات المخيمات لاستقبالهم عقب النفرة، مع زيادة المساحة المخصصة لكل حاج، وتقدم وجبات ساخنة على مدار اليوم، وتأمين متكامل للمخيمات للتأكد من هويات المترددين عليها مع قربها من جسر الجمرات. المخيم مجهز من صوفا بيد ومخدة وغطاء وفرشة غطاء لنفس الصوفا بيد عشان تكون ناعمة. عند البوابة حيكون في حراس أمن للحفاظ على سلامة الحجاج من الدخلاء على المخيم، وحيكون في رجال البعثة المصرية أو أعضاء البعثة المصرية إن شاء الله معانا على هبة الاستعداد. خطوط سير محددة تقطعها حافلات حجاج القرعة في يوم التصعيد، وأماكن مخصصة بمحيط المخيمات للانتظار حتى النفر إلى مزدلفة ومنها إلى منى لضمان أداء المناسك في سهولة ويسر. نقف في رحاب عرفات الله، وقد اكتملت استعدادات بعثة حج القرعة لاستقبال الحجاج. هذا الصعيد سيزدحم بعد ساعات قليلة بأكثر من مليون حاج من مختلف بقاع الأرض، ترتفع حناجرهم بالتلبية والدعاء والحمد طالبين المغفرة من الله عز وجل، ويشهد السماء أنه قد غفر لهم. من صعيد عرفات الله، عبد الله بركات، التلفزيون المصري.